سعيد جدا باستقبال كاع الضيوف اللي حلوا علينا في افتتاح المشروع ديال سفراء نوابك النسخه الثانيه، واللي كيهدف للتكوين وتاطير اكثر من 10 سفراء ديال مشروعنا الاكبر نوابك بوائما، ومن 10 الجهات مختلفه في المغرب، 5 شابات و5 شبان احترمنا المناصفه، وغادي يكون الدور ديالهم ان شاء الله هما يعرفوا بالموقع وبالخصوصيات ديالو مع المواطنين ديال الجهات اللي هما ساكنين فيها. والهدف الاسمى هو ربط التواصل ما بين النواب البرلمانيين ديال المنطقه ديالهم والساكنه ديال المنطقه، وفتح اليات للتواصل المباشر ما بينهم جوج. يسرنا اننا نكونوا كنساهموا في هذه العمليه هذه وفي زرع روح المحاسبه ما بين المواطن والنائب البرلماني عن طريق الموقع المتواضع ديالنا نوابك مؤيمه. وهذه النسخه الثانيه مازال ان شاء الله الثالثه، وكنتمنوا نوصلوا كاع حتى ل10، يكون عندنا 100 سفير او اكثر اللي كيمثلوا المشروع ديالنا عبر جميع يعني ربوع المملكه. من بين الاهداف هو اننا نكونوا هاد الشباب في تقنيات ديال التواصل، تقنيات ديال استعمال الفيديو، الدور ديال البرلمان، المهام ديال السيدات والساده النواب، لانه في اطار المشروع واحد المهمه المهام ديالهم انهم غادي ينظموا ورشات محليه في الجهات ديالهم من اجل التعريف بالموقع اولا، التواصل يعني ربط التواصل بين المواطنات والمواطنين والسيدات والساده النواب، وكذلك انه ينقلوا يعني يوصلوا انه المواطنين يوليوا يطرحوا الاسئله ديالهم على السيدات والساده النواب. حاليا عندنا 10 ديال السفراء الجدد، كما النسخه او الدوره الماضيه كانوا عندنا 10، هذه الدوره عندنا 10 كذلك. هاد الشباب من اصل يعني 112 الابليكاسيون ولا طلب مشاركه وصلتنا للجمعيه، حنا اختارينا في الفريق ديال العمل اختارينا 10 ديال 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 السفيرات والسفراء اللي هما 5 ديال الشابات و5 ديال الشبان، كيمثلوا الجهات ديال المملكه. يعني حاولنا اننا نغطيو جميع التراب ديال 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 المملكه، لانه بغينا انه المواطنات والمواطنين في المناطق في هذه الجهات انه يكون عندهم يعني الامكانيه ديال التواصل مع السيدات والساده النواب عن طريق الموقع، والسفراء يعني كيمشيو عند هاد المواطنات والمواطنين، يعني اللي ما عندهمش لاكسي للانترنت، ما عندهمش لاكسي للوسائل التكنولوجيه الحديثه، كيمشيو عندهم للدواور، للجبل، للقرى ديالهم، باش انهم ياخذوا من عندهم الاسئله عن طريق الفيديو. مثلا ممكن انه يسجلوا اي مواطن بغى يطرح سؤال معين على السيدات والساده النواب، وكينقلوا لينا الموقع، ومن بعد ذلك حنا كنوصلوه للسيدات والساده النواب. اليوم حنا في الافتتاح ديال هذا البرنامج، البرنامج عرف حضور السيدات والساده النواب، عرف الحضور ديال بعض السفراء النسخه او الدوره الماضيه، عرف اللقاء كذلك حضور منظمات أجنبية وجمعيات مجتمع مدني الوطنية اللي كتشتغل في الموضوع ديال الشباب، الموضوع ديال السياسات العمومية، الموضوع ديال المرأة، يعني جميع المواضيع اللي عندها اهتمام بالتوعية ديال المواطنين في إطار المشاركة ديال المواطنات والمواطنين في مع الممثلين ديالهم في ترسيم السياسات العمومية في المملكة.